نقول بسم الله ونبدأ. طيب لا سمعي انك تموت. تمام. طيب نقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهاردة مع أول درس اللي هو 100,000. طيب حد كان فاكر اللي هي الـ smallest one digit والـ smallest والـ greatest one digit, two digits والـ three digits؟ لو فاكر الكلام ده أنا عاوز حد بقى إيه نقعد نتناقش كده مع بعض. الـ smallest one digit إيه هو الـ smallest one digit؟ نفتكر مع بعض، هو مش عندنا بس احنا فاهمين. الزيرو الزيرو هو الـ smallest one digit. طب the greatest one digit الـ greatest one digit 9. طيب اللي عاوز يجاوب، في عندنا raise hand. حد مش عارف raise hand دي موجودة فين؟ طيب خلاص اللي عاوز يجاوب هيعمل raise hand وهنقول ايه بالاسم بحيث ان احنا ايه. هتلاقي عندك في مور، انت شغال على الموبايل ولا شغال فين؟ على الموبايل ولا تمام، هتلاقي في ريز هاند ترفع ايدك بحيث ان انت ايه تجاوب. تمام كده، هي مش محطوطه عندي الريز هاند. وصلت لها؟ مش محطوطه عندي، مش عندي. انت شغال على الموبايل؟ لا على الايباد. على الايباد في ثلاث نقط كده على جنب، يا اما على اليمين يا اما هتلاقيهم على الشمال. ايوه انا فتحتها بس ما عنديش الريز هاند. ما عندكش ريز هاند؟ لقيتها. طيب عندي يا مس. طيب تمام، ممكن نقفل بقى الصوت. ايوه اللي عاوز يتكلم بقى يرفع ايده. تمام، بس كده مش تعرفوا تتكلموا، خلاص كده نقفل الصوت. هسيبتكم الاول من الاول كده مفيش. طيب يبقى انا عندي هنا عندي حاجه اللي هي السمولست والجريتست. لو انا بتكلم على ال1 ديجيت، ايه بقى الـ smallest one digit؟ احنا اتفقنا ان الـ smallest one digit ده اللي هو كان مين؟ اللي هو كان الزيرو. والـ greatest one digit اللي هو كان الناين. طيب لو انا بتكلم على الـ two digits، ايه بقى الـ greatest والـ smallest؟ انا عاوز حد يرفع ايده كده ويجاوب معايا. انا عاوز الـ smallest one digit. طيب الاسم اللي مكتوب، انت هترفع ايدك لان افتح لك المايك، لان مش عارف الاسم اللي مكتوب ايه. انا فتحت المايك لحد يلا. اسمك ايه ولا يوسف؟ يوسف. ثانيه واحده يوسف، نغير الاسم. ثانيه واحده اغير لك الاسم عشان ابقى انا عارف بكلم مين. يوسف ايه يوسف؟ لان كده في اتنين يوسف تقريبا صح. يوسف ايه؟ يوسف مجاهد. يوسف مجاهد، ماشي يا يوسف. طيب قول يا يوسف انا عاوز الـ smallest two digits. 10. الـ 10. طب والـ greatest two digits؟ greatest 99. 99، شكرا يا يوسف. نشوف لين، قول يا لين عاوز الـ 3 digits. 3 digits؟ اه اللي هو الـ smallest والـ greatest 3 digits. 100. طب والـ greatest 3 digits؟ 999. 999. طيب لو انا عاوز دلوقتي ادم، قول يا ادم عندي هنا ال 4 digits. ادم 1000. لو انا عاوز ال 4 digits هيكون عندي 1000، ولو انا عاوز ال greatest هيكون 9999. 9999. طب لو عاوزين الـ 5 digits، عاوز حد مين اللي هيجاوب معايا السؤال ده؟ مين اللي هيجاوب؟ معتز، قول يا معتز. الـ 5 digits. 5 digits. 1000. لا. بنعملها ازاي؟ بص معايا كده، لما كنت بقول 2 digits كتبت 1. احنا عاوزين نعرف الطريقه، انت لو سالتني عليهم انا مش حافظهم بس انا عارف بحلهم ازاي. فلما تقول لي عندي 2 digits فبكتب اول digit على الشمال 1، لما طالما انا ما قلتلكش لا similar ولا different ولا اي حاجه، انا بتكلم على ال smallest 2 digits العادي خالص من غير لا similar ولا different ولا اي حاجه. فبكتب 1 على الشمال وبكمل، انا عاوز كام digits؟ 2. كتبت 1 يفضل عندي 1 فبكتبه 0.
طب لما يكون عندي 3 ديجيتس بكتب 1 ويفضل 2 فبكتب 2 زيروز فيبقى عندي كام؟ 100. ايوه بس انا برسم مش عارف الفور مش هي 1 مليون المفروض. طب واحده واحده بس نكتب. قول لي اكتب ايه؟ قول لي اكتب ايه وانا هكتب اللي هو ال1 وال4 زيروز. 1 و4 زيروز. طب تعالى نقرا كده نشوف بيتقرا ازاي. احنا عشان نقرا اي نمبر ان ده احنا هنعرفه النهارده. عشان نقرا اي نمبر اول حاجه بقسم النمبر ده الفاميلي. احنا عندنا لما نكون قاعدين في بيت في عماره كبيره الشقق كلها مفتوحه على بعضها ولا متقسمه؟ لا متقسمه. حتى الشقه من جوه كمان متقسمه اللي هو كله. فلما بنيجي نقسم بنعد 3 ديجيت 1 2 3 ونعمل كوما. اول فاميلي اسمها ايه؟ اليونت. اليونت فاميلي. وتاني فاميلي الفاميلي. فبنقرا النمبر ده لوحده ونقول اسم الفاميلي بتاعته. 10000. طيب يلا انا عاوز الجريتست 5 ديجيتس. الجريتست 5 ديجيت 99999. تمام. طيب لو انا دلوقتي عاوز ال 6 ديجيت فكل اللي انا هعمله هنكتب عندي هنا لو انا عاوز ال 6 ديجيت فبكتب ال 1 واكتب بعد منه 5 زيروز فيبقى النمبر ده اسمه ايه؟ اسمه 100000 او ال 100000 وده هنا عندي the smallest 6 digit number يبقى ال 100000 هو الدرس بتاعنا بتاع النهارده اللي هو the smallest 6 digit number. طيب ده great 6 digit number بكتب عندي ال 9 دي بكررها 6 times فبنقول له 9 9 9 9 9. طب نيجي نقرا ازاي؟ نقرا الفاميلي دي لوحدها. الفاميلي دي اللي هي ايه؟ 999 ونكتب اسم الفاميلي اللي هي كانت مين؟ اللي هي 1000 and 999 يبقى بقوله 999,999. في مشكله في ان احنا نقرا النمبر؟ في مشكله لغايه دلوقتي ان احنا نقرا النمبر؟ حد مش بيعرف يقرا النمبر؟ تمام. ايه مين اللي بيقول؟ اللي مش عارف بس هو اللي يجاوب لما اسال في مشكله. اللي مش عارف بس هو اللي يقول عشان ما نتوهش من بعض. حد عنده مشكله مش عارف يقرا النمبر؟ تمام. طيب كان عندي حاجة اسمها value وحاجة اسمها place value. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ حد عارف؟ ادم قولي ادم قولي ادم. place value نكتب الرقم بالحروف. تمام. لما الفاليو نكتب الرقم بالارقام. طيب لو انا عاوز place value place value جاي من المكان. المكان هنا عاوز ايه؟ لما اجي اسأل واحد عن مكانه فبسال فين؟ في المكان نفسه. في المكان فبقول بالكلام بنعبر عنها بالوردز اللي هي كانت مين؟ اللي هي لو انا عاوز المكان زي يونت يونت تنس هندرد ثاوزن اند سو اون. كل اللي هي اليونتس والتنس والهندرد والثاوزن دي اسمها البليس فاليو. طب لو انا عاوز الفاليو الفاليو اللي هي بكام؟ بكام دي يعني انا عاوز فلوس يعني هي ايه؟ يعني اللي هي بالنمبرز. فلو كان عندي هنا النمبر ده عاوز اشوف الفاليو وليكن انا بتكلم على الفايف فبقول له يا اما الفاليو ليها بيكون بفايف بفيفتي 500 5000 and so on. يبقى لو انا بتكلم على البليس فاليو انا عاوز الاجابه عندي تكون في ايه؟ في الوورد. لو انا بتكلم عن الفاليو عاوز الاجابه تكون في الديجيتس. طيب تعال نشوف نمبر كده وليكن 3 4 5 0 1 2. تعال نشوف هنا انا هكتب هنا البليس فاليو الاول. ال2 هنا مين يقول معايا؟ يونت. عاوز حد يقول معايا؟ قول يا ادم يونت. اللي tens. بعدها تنس. اللي بعدها 100 اللي بعدها 1000 اللي بعدها 10000 اللي بعدها 100000. طيب مين يقول معايا الفاليو؟ لين قول يا لين. عاوز كده كلنا نشارك مع بعض عشان انتوا هتحلوا بعد كده. مش هحل يعني انا هخلص الشرح ده وما عادش هحل حاجه تانية. لين نعم
واليالين الفاليو بتاعته ايوه 2 الفاليو عندي هنا 2 اول حاجه عندي فبتبقى الفاليو لها ب 2 طب الفاليو بتاع ال1 10 بكتب ال1 زي ما هو في كام ديجيت على اليمين في ديجيت واحد بس فبحط 0 مكانه طب الفاليو بتاع ال0 0 الفاليو بتاع ال0 في اي مكان سواء موجود عندي هنا في اليونتس في التنس في الهندرد في الثاوزن في اي مكان الفاليو بتاع الزيرو بزيرو طيب تعال نشوف عندنا الفايف الفايف هتكون بكام الفايف وقدامها 3 زيرو بكتب الفايف زي five ما هي وبكتب قدامها 1 2 3 بكتب قدامها 3 زيروز طب والفور فور قدامها 4 زيرو بقول عندي 1 2 3 4 يبقى انا بكتب 4 زيروز طب وال 3 3 قدامها 5 0 يبقى عندي هنا 1 2 3 4 5 يبقى النمبر ده اسمه ايه النمبر ده اسمه ايه مين اللي كان بيجاوب معايا لين 300,000 عرفنا الفرق ما بين كلمة value و place value؟ حد مش فاهم هنا انا عملت ايه؟ نعم حد مش فاهم اللي مش فاهم بس يسألني وانا هجاوب معاه تاني حد مش فاهم؟ يا مستر بتقول ايه؟ انا فاهم لا انا عاوز اللي مش فاهم بس اللي مش فاهم يقول لي تمام؟ حد مش فاهم؟ طيب لما يجي يقول لي هنا write the value and the place value of each of the following أو في underline digit يقول لي هنا 3 4 7 8 9 0 2 ويجي هنا عند ال 8 ويطلب مني write the value أنا هنا عاوز ال value what is the value of 8 what is the value of 8 مين اللي يجاوب معايا هم بس اللي بيجاوبوا لين وآدم أيوة يوسف مجاهد قول يا يوسف What is the value of 8? Value. احنا قلنا في فرق ما بين الفاليو والبليس فاليو. بالارقام. الفاليو بالارقام. طب لقيت هنا هتبقى بكام بقى؟ عشان نجيب الفاليو. صح غلط قول. ب 8000 بنكتب ال 8 عشان نجيب الفاليو لو قال لي find the value بكتب ال 8 زي ما هي وعندي كام ديجيت على اليمين 1 2 3 بكتب 3 زيروز النمبر ده اسمه ايه 8000 تاني لو انا كان عندي نمبر مثلا 7248901 وعاوز هنا عاوز الفاليو لل 7 مين هيجاوب معايا بس الثلاثه اللي عارفين انا من غير انا بنرفع ايدينا مفيش انا محدش بيجاوب من غير ما نقول مين بس عاوزين نشوف مين بس عاوزين باقي في محمد في مالك طب نسمع كده قول يا مالك مالك 700,000 تاني كده سامع 700,000 كتبنا 7 وعلى يمينها 1 2 3 4 5 معلش هنا ده هنا ده كان زيادة فبكتب هنا عندي ال 5 1 2 3 4 5 فبقت 700,000 طيب لو انا عاوز اكتب ال place value وقلنا عندنا هنا 7 8 9 1 0 2 وعاوز اكتب البليز فاليو البليز فاليو هنا للزيرو البليز فاليو ادم قولي ادم البليز فاليو للزيرو ادم لو فتحت لك المايك ادم زيرو بعدين البليز فاليو رايت ذا بليز فاليو اقرا السؤال اسمع السؤال كويس انا اول مره كنت بقول لك انا عاوز مين
الفاليو. المرة دي انا عاوز البليز فاليو. تو تو بالحروف. انا عاوز الفاليو للزيرو اللي سوري البليز فاليو. عاوز البليز فاليو زيرو. لا بليز فاليو. بليز فاليو اتفقنا. البليز فاليو الاجابة عندي بتكون بالورد. بالورد دي يعني ايه؟ يعني مكانه فين؟ الاماكن اللي هي مين؟ اللي هي اليونتس والتنس والهندرد والثاوزن تنثاوزن هندرد ثاوزن and so on. ده مكانه فين؟ فين؟ في التنس. طيب لو انا كان عندي 8 9 7 4 0 5 وعاوزين 7 معتز. البليز فاليو ولا فاليو؟ عاوز البليز فاليو. البليز فاليو ال 10000. طب تعال نشوفها كده. نقول هنا عندنا 1000 نقول عد من على اليمين 1 2 3 ونعمل كومه. فيبقى انا عندي هنا ده ايه في ال 1000 اول ديجيت ده اللي هو ال 1000. يبقى انا عندي هنا ده فين في ال 1000. عرفنا الفرق ما بين ال 1000 والبليز فاليو والفاليو؟ حد مش فاهم احنا عملنا ايه؟ طيب تعالى بقى نحل. شايفين كده عندنا 1 و 2 و 3 و 4. شايفين 1 و 2 و 3 و 4. ايوه انا هنا طالب مني ايه؟ بيقول لنا هنا write the place value. write the place value. عاوزين نكتب البليز فاليو. ممكن هنكتب في ورقه زي ما احنا اتفقنا. في الورقه عندنا في نوت بوك بره نقول نمبر 1 ونكتب الانسر جنبها. مش عاوزك تكتب السؤال، اكتب لي الانسر جنب منها. نمبر 2 واكتب الانسر جنب منها. نمبر 3 واكتب الانسر جنب منها. نمبر 4 واكتب الانسر جنب منها ونبعتهم على تليجرام. النمبر اللي انا كنت الرقم اللي انا كنت بسجل مسجل من عندكم في على الواتس هو موجود عليه برضو التليجرام، لان ببقى فاتح التليجرام قدام مني هنا بشوف الاجابات. خلاص حد مش عارف طريقه هنحلهم على ورقه ونصورهم ونبعتهم كأننا بنبعت اي حاجه على الواتس. لو مش عارفين التليجرام بس انا مشكله ما بستخدمش الواتس عشان ببقى في الموبايل. انت لو احنا مش هنحل في المذكره اللي معاه المذكره يحل فيها. ما دي المذكره دلوقتي. اللي معاه المذكره يحل فيها، اللي ما معهوش المذكره اللي ما لحقش يطبعها يعني يعمل على ورقه، يكتب على ورقه يقول لي نمبر 1 ويكتب الانسر جنب منها، نمبر 2 ويكتب الانسر، نمبر 3 ويكتب الانسر، نمبر 4 ويكتب الانسر. بس يلا اللي يخلص يبعتها لي. هتبعته على الواتس ولا على التليجرام كلكم عشان نثبت حاجه واحده؟ الواتس. المشكله ان الواتس. طب يعني تعرفوا تبعتوا على التليجرام ولا الموضوع التليجرام بالنسبه لكم صعب؟ انا ببعت على الواتس. ما هو المشكله الواتس انا مش شغاله على طول على الكمبيوتر هنا. التليجرام اللي شغال على طول على الكمبيوتر. مش اقدر ابعته لك على التليجرام. التليجرام يا ريت تبعتوه على التليجرام لو سمحت. خلاص ماشي يلا نشوف عندنا كده نمبر 9. لما يجي لنا السؤال ده ببص على اكبر فاميلي موجوده. اكبر فاميلي موجوده اللي هي مين؟ اللي هي 1000 عشان نعرف احنا بنكتب ازاي. اكبر فاميلي موجوده اللي هي 1000 احنا اتفقنا ان كل فاميلي بتتكون من 3 ديجيتس اللي هي اليونتس والتنس والهندرد. فانا دلوقتي بقى عندي كام فاميلي؟ احنا اتفقنا النمبرز عندنا اول فاميلي عندنا اللي هي اليونت فاميلي واللي بعدها اللي هي 1000 فاميلي. يبقى اول فاميلي عندنا اسمها يونت فاميلي، ثاني فاميلي اسمها 1000 فاميلي. كل فاميلي بتتكون من كام ديجيت؟ 1 2 3 1 2 3 من 3 ديجيتس. فبيقول لنا هنا تعال نشوف مين هنا بيقول لنا 278000. النمبر ده موجود في الفاميلي بتاعت ال 1000. النمبر ده موجود في الفاميلي بتاعت ال 1000. النمبر ده اللي هو كم مين؟ 278. النمبر ده كم ديجيت؟ النمبر ده 3 ديجيت. وانا ال 1000 بتاع الفاميلي بتاعت ال 1000 فيها كم ديجيت؟ 3. بنكتبهم زي ما هم مفيش فيهم مشكله. 278. طيب اللي بعدها بيقول لنا هنا ايه؟ 628. ادي 628 دي بتتكتب فين؟ مفيش هنا جنب منها اي فاميلي، يعني معنى كده ان دي هتتكتب فين؟
في اليونت فاميلي. لو ما فيش جنب منها اي اسم من الفاميلي بتتكتب في اليونت فاميلي. فبنكتب عندنا 628. كده صعبة فيها مشكلة؟ كده صعبة فيها مشكلة؟ حد مش فاهم انا عملت ايه؟ لا. تمام؟ لا. تعال نشوف question number 10. نفس الطريقة عندنا هنا 70,000. يبقى انا اكبر فاميلي عندي اللي هي مين؟ اللي هي 1000. فتعال نشوف ادي كده يبقى انا عندي الفاميلي بتاعت 1000 يبقى بعدها اوتوماتيك انا عندي الفاميلي بتاعت اليونتس. كل فاميلي بتتكون من كام؟ من 3 ديجيتس. فتعال نكتب 70. هنا 70 اللي بتكتب ازاي؟ 7 وجنبها 0. طب دول كام ديجيتس؟ 2 ديجيتس. اول واحد هنا اللي هو مين؟ اللي هو اليونتس. طب 10 ال 7 اللي هي 10. طب في حاجه في ال 100؟ نو. لو ما فيش حاجه بنبدل مكانها بزيرو فيبقى عندي هنا 0 70. طب واحنا بنكتب 0 على الشمال يبقى ما فيش حاجه، ما فيش 0 هنا، انما لو في نص النمبر بنسيبه زي ما هو 0. طيب تعال نشوف بقى بعد كده 593 يبقى 593. دول 3 ديجيت بكتبهم 3 ديجيت. طب لو كانت 2 ديجيتس بس بشوف هو مين اللي مش موجود واكتب مكانه 0. اشوف مين اللي مش موجود واكتب مكانه 0. طيب تعال نشوف نمبر 11. مين يحل معايا نمبر 11؟ ادم. قول يا ادم من غير انا نرفع ايدينا، بس انا بشوف اللي رفع ايده بساله. نمبر 11 اخر واحده نمبر 4. طيب نقرا النمبر مع بعض. 60000 600 3000 and 8. طيب انا عندي هنا اخر واحده صح. عملناها ازاي؟ انا عندي اكبر فاميلي هنا اللي هي 1000. طيب انا عندي هنا دول 1000 كده 1 2 3 1 2 3 603 اهي 603 بكتبها مكانها. طب ال8، طب هو في حاجه دي هنا في اليونتس؟ ال8 بس كده كلمه يونتس، انا بقول 8 ما قلتش 80 ولا قلت 800. طب فين التنس؟ التنس مفيش حاجه في التنس فبكتب مكانها 0. طب فين ال100؟ مفيش حاجه مكتب مكانها 100 بكتب مكانها 0. يبقى عندي 0 0 8. كده صعبه؟ نو. حد مش فاهم انا عملت ايه؟ حد مش فاهم انا عملت ايه؟ يا مستر. طيب ممكن نحل كويستشن نمبر 13 و14 ونبعته 13 14 15 16. عاوز اكتب دلوقتي النمبر ده in letter او نكتبه في الوورد فورم. عاوزين نكتب النمبر ده زي ما بنقراه هنكتبه، زي ما بنقرا النمبر هنكتبه. تمام. نرجع تاني كده نبص على question number 17 نعرف الفكره في ايه وبعد كده نكمل 18 و19. عندي دلوقتي الصوره اللي احنا قدامنا دي اسمها الاكسباندد فورم. الاكسباندد فورم دي عباره عن ايه؟ بكتب الفاليو بتاع كل ديجيت واعملهم كلهم بلس. فانا عندي طريقتين للاكسباندد فورم. الطريقه الاولى ان هو بيقسمهم لفاميلي، والطريقه الثانيه ان هم بيقسمهم لديجيت. معايا؟ سامعني؟ الطريقه الاولى ان انا بقسمهم فاميلي، فنلاحظ ان الاولى هنا مقسم 289,000 دي الفاميلي الاولى لوحدها والفاميلي الثانيه. فكتب لي الفاميلي الاولى اللي هي 289 وكان على يمينها 3 ديجيت فكتبهم 3 زيروز. بعد كده بلس الفاميلي الثاني، يعني انا قسمت النمبر ده. النمبر ده بيتكون من كام فاميلي؟ من 2 فاميليز اللي هي اليونتس والتا. المايك شغال سامعني كده كويس ولا مش في مشكله في الصوت؟ لا سامعنا كويس. تمام. طيب انا عندي هنا النمبر كمس. النمبر بيتكون من جزئين من 2 فاميلي. احنا نعرف اتفقنا نعرف الفاميلي منين؟ نعد عندنا 1 2 3 ونعمل كوما. فيبقى انا عندي دي الفاميلي الاولى اللي هي اليونت فاميلي، الفاميلي الثانيه اسمها 1000 فاميلي. طيب تعال نشوف هنحل ازاي. اول فاميلي دي عندنا اللي هي 298000 فبكتب 298 على يمينها فاميلي. الفاميلي دي بتتكون من 3 زيروز، ادي كده كتبنا اول فاميلي. طب تعال نكتب الفاميلي الثانيه. الفاميلي الثانيه اللي هي 676. طب في اي نمبرز على يمينها؟ في اي نمبرز على يمينها؟ في نمبرز على يمين دي هنا؟ مفيش اي نمبرز، فانا هنا مش هحط اي زيروز فهكتبها كده بس. تاني لو انا كان عندي تاني هقول دي تاني.
390 ايوه انا عندي نمبر زي ده 392741 عاوز اكتبه بالاكسباندد فورم بطريقه الفاميلي. اول طريقه عندي اللي هي طريقه الفاميلي، فبقسم النمبر ده لايه؟ لتو فاميليز اللي موجوده اللي هي اليونت فاميلي والثاوزند فاميلي. طب انا عاوز اكتب الثاوزند فاميلي، الثاوزند فاميلي دي اللي هي عباره عن ايه؟ عن 392 بس. لا هي دي اسمها 392 ولا 392000؟ 392000. طب ال1000 دي قدامها كام ديجيت؟ عرفنا ان هي 1000 منين؟ لان عندي 3 ديجيت، فبكتب 3 زيروز. صعبه كده؟ دي اول فاميلي. الفاميلي الثانيه اللي هي 741. تاني لو انا كان عندي نمبر مثلا 578 312، عاوزين نكتب ده، بكتبه ازاي؟ الفاميلي الاولى اللي هي 578 بعد منها 3 ديجيت فبكتب 3 زيروز بلس الديجيت الفاميلي الثانيه اللي هي كانت مين؟ 312. اقول كمان مره من دي تاني، لو انا بتكلم على النمبر ده وعاوز اكتبه في الاكسباند النمبر ده، خلينا في النمبر ده، عاوز اكتبه في الاكسباندد فورم، اكتبه ازاي؟ فبكتب هنا 531,000 + 497. دي طريقة الإكسباندد فورم للفاميلي. كده صعبة؟ no. طيب تعال نشوف بقى الطريقة التانية اللي احنا هنقسم بيها النمبر. فقال لي لو انت عاوز تقسم بالطريقة التانية اللي هي بالديجيتس، طب نعمل ايه؟ هنكتب الفاليو بتاع كل واحد منهم. يعني انا عندي هنا 2، ايه الفاليو بتاع 2؟ ايه الفاليو بتاع 2 هنا؟ مين يجاوب معايا؟ ادم، قول يا ادم. 200,000. بنكتب ال 2. لو انا مش عارف الفاليو اكتبه ازاي، بكتب ال 2 زي ما هي، على يمينها كام ديجيت؟ 1 2 3 4 5. بكتب 5 زيروز 1 2 3 4 5 وارجع ابتدي تاني. انا خلاص خلصت ال 2، اكتب الديجيت اللي بعده اللي هو مين؟ ال 9. على يمينه كام زيرو؟ 1 2 3 4. فبكتب 4 زيروز. هتقولي معايا لين؟ لين تكملي معايا ولا مش فاهمه؟ طب كملي يلا معايا. اكتب بعد كده ايه؟ ال 8. خلاص احنا خلصنا ال 9، يبقى بكتب 8 وجنب منها كام زيرو؟ 3 زيروز. اللي بعدها 7. لا 6 اللي بعدها 2 0 6. وقدامها 2 زيروز بقت 600. خلاص خلصنا ال 6. اللي بعدها 7 70. اللي بعدها 6 ومفيش قدامها حاجه. كده خلاص عرفنا نكتبها. الفرق ما بين الفاميلي دي اسمها الفاميلي ودي اسمها الاكسباندد فورم اوف ذا ديجيت. عرفنا الفرق ما بينهم؟ الاثنين دول اسمهم اكسباندد فورم. تمام؟ حاجه من دي صعبه؟ طب نعرف نحل 18 و19 ونبعتهم؟ انا مستر بعتهم. طيب ثواني نشوفه اللي بيبعت. بص نعم يا حبيبي مستر، انا مش فاهم 18. انا اكتب الارقام بالديجيت ولا بال؟ ما هو بيقول لنا هنا لا بالاكسباندد فورم اللي هي زي دي. اكسباندد فورم اللي هي زي دي. ما ماشي مستر، انا كتبتهم كتبتهم كلهم. طب انا هشوف بس انا دلوقتي 20. طب ثواني كده شوف انت كاتب ايه. ادم انت حليت اللي بعدها يا ادم؟ تمام مظبوط. بس 17 و 18 انت كتبتها غلط كده. ادم حل 18 و 19 تاني. 18 و 19. ايوه 18 و 19. بص بقى معايا كده، انا هحلها على النمبر زي من اللي فوق دول. يعني هحل السؤال ده
عشان تتحل 17 و 18. انا عاوز اكتب النمبر مثلا، عاوز اكتب هنا 452710، عاوز اكتبه بالاكسباندد فورم للطريقتين، لطريقه الفاميلي وطريقه الديجيت، طريقه الفاميلي وطريقه الديجيت. فاول طريقه عندي اللي هي الفاميلي، الاكسباندد فورم. الاكسباندد فورم اللي انت بتفككه، بتفكك النمبر. فانت عندك طريقتين بتفككه، يا اما بتفككه بالفاميلي يا اما بتفككه بايه، بالديجيتس. يعني انا مستر فككته بالفاميلي بس. انت ما فككتوش مستر. انا بعت لحد ثانيه اللي... طب انا بتكلم مش عارف ابص واتكلم الاثنين مفوش. تمام. فالاكسباندد فورم، الاكسباندد فورم واحده واحده، ركز معايا. لو انا هحل هنا 13 وانت هتحل 18 و19 زيه، خلاص. اول طريقه عندي اللي هي الاكسباندد فورم للفاميلي. هنقسم ده الفاميلي الاول، بقول له 1 2 3 وبعمل كوم. اول فاميلي دي اللي هي اليونت فاميلي، تاني فاميلي دي اللي هي مين، اللي هي 1000 فاميلي. بنبتدي بالكبيره اللي هي 452. 1000 فاميلي قدامها كام ديجيت؟ 1 2 3، فبكتب قدامها 3 زيروز. بلس الفاميلي الثانيه اللي هي مين، اليونتس، فبتبقى 710. يبقى كده انا عملت اكسباندد فورم بطريقه ايه، الفاميلي، قسمتهم بطريقه الفاميلي. طب تعال نشوف بقى، لو انا عاوز اعمل لهم اكسباندد فورم بطريقه الديجيتس هعملها ازاي. هكتب هنا الفور، الفور هنا قدامها كام ديجيت؟ 5 ديجيتس، فبكتب 5 زيروز. بلس ال5 هنا الفاليو لاب كام؟ ال5 قدامها كام ديجيت؟ 1 2 3 4، فبكتب 4 زيروز. بلس اللي بعدها، خلاص انا خلصت ال4 وال5، بكتب ال2. ال2 قدامها كام ديجيت؟ 1 2 3، فبكتب 3 زيروز. بلس اللي بعدها ال7، بكتب ال7 زي ما هي، قدامها كام ديجيت؟ 2، فبكتب 2 زيروز. بلس ال1 قدامها كام ديجيت؟ ديجيت واحد بس، فبكتب 10. طب الزيرو، ما الزيرو باي حاجه بمكانه بزيرو، فلو قلت له بلس زيرو ولا فرقت اي حاجه، فبعتبر انه مش موجود. خلاص كده. حلهم بطريقه تانية اللي هي 18 و19، اللي هي ده اهي، دي انت حللها غلط ودي محلوله غلط. شايف اللي انا علمت عليهم؟ وانا والله برضه عاملهم غلط. ماشي. فاكر احنا عملناهم ازاي؟ بص معايا كده، لو انا بتكلم في النمبر ده وعاوز اكتبه في الاكسباندد فورم هعمل ايه؟ بكتب ال5 قدامها كام ديجيت؟ اهو انا كتبت ال5 اهي، 1 2 3 4 5، فكتبت عندي هنا 5 ديجيتس. بلس 8 وقدامها كام ديجيت؟ 1 2 3 4، بكتب 4 زيروز. بلس 1، فهمت كده؟ دي اسمها الاكسباندد فورم للديجيتس. تمام. هو عاوزك انا اللي اعمله. ايوه عاوزك انت تعمل. لا هو مش جايب لك بلس، هو سايبها لك انت. تمام. ايوه تمام.